اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني مع حلقه جديده مع ماده المراقبه للصف الثالث قسم ملابس جاهزه. هناخد النهارده مراجعه على بعض الاسئله شامله المنهج على الماده، واتمنى لكم التوفيق والنجاح في مره تانية في الدور الثاني، وريت ان احنا ما نزعلش على اللي فات ونبدا صفحه جديده في الماده ونبدا ناخد الاسئله ونذاكر كويس جدا، وان شاء الله ربنا هيوفقكم في الدور التاني. هناخد بعض الاسئله النهارده، هنبدا بالاسئله المقاليه. هنعرف ازاي نجاوب على الاسئله وازاي وايه خطوات الاجابه، وازاي لازم نفهم السؤال وطريقه صيغه السؤال كويس قوي. نبدا مع بعض. اول سؤال عندي، ما هي العوامل التي تؤثر على مستوى جوده الانتاج؟ ما هي العوامل التي تؤثر على مستوى جودة الإنتاج؟ ده أول سؤال في الباب الأول. بيقول لي أولا الإدارة، ثانيا حجم وتنظيم المصنع، ثالثا المواد الخام، رابعا نوعية الماكينات ومدى تطورها، خامسا نوع الإنتاج. طبعا الإدارة اللي هي إدارة المصنع، طرق العمل داخل المصنع، المصنع شغال بنظام إيه. تاني حاجة حجم وتنظيم المصنع، يعني المصنع حجمه ايه، حجم الانتاج بتاعه ايه، تنظيم المصنع بالنسبة للخطوط الانتاجية اللي داخل المصنع. ثالثا المواد الخام، المواد الخام اللي هي مواد اساسية ومواد مساعدة اللي داخلة داخل المصنع. رابعا نوعية الماكينات ومدى تطورها، انواع الماكينات الموجودة داخل المصنع ومدى التكنولوجيا فيها، هل متطورة ولا مش متطورة. خامسا نوع الانتاج بتاعي، سواء انتاج فردي او انتاج جماعي، ده حسب نوع الانتاج. دي اللي هي العوامل الأساسية. نشوف سؤال تاني بعد كده. عرف الإدارة وما هي العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح إدارة الجودة. يعني هناخد أول حاجة تعريف الإدارة، وما هي وإيه هي العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح الإدارة دي. نشوف مع بعض. أول حاجة الإدارة، بقول الإدارة هي الاستخدام الفعال والكفء للموارد البشرية والمادية والمالية والمعلومات والأفكار. يعني أنا الإدارة دي عشان أنجح فيها لازم تكون في استخدام فعال وكفء جدا للموارد البشرية. الموارد البشرية اللي هي العمالة اللي داخل المؤسسة عندي أو المصنع عندي، والمادية والمالية والمعلومات والأفكار. يعني أنا بستخدم النواحي المادية والمالية اللي موجودة داخل المصنع من خامات، من معدات، من آلات، والمعلومات والأفكار والوقت من خلال العمليات الإدارية المتماثلة. يعني أنا باخد المعلومات والأفكار اللي موجودة داخل المصنع، بستغل الوقت داخل المصنع من خلال العمليات الإدارية اللي هي النظم الإدارية اللي أنا بحطها المتماثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وبغرض تحقيق الأهداف. يعني أنا يبقى عندي في في تخطيط وفي تنظيم وفي توجيه وفي رقابة عشان أحقق الهدف المطلوب في نجاح الإدارة. إيه هي بقى العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح إدارة الجودة؟ أول حاجة القيادة الفعالة، تاني حاجة الجودة المعتمدة على الرؤية، تالت حاجة مشاركة العاملين في صيانة رؤية الجودة بالمنظمة، تحديد توقعات العميل واستراتيجية التطبيق، فرق العمل عبر الإدارة الوظيفية. دي العوامل لنجاح الجودة، الإدارة الجودة داخل المنظمة. ناخد السؤال اللي بعديه. بيقول لي ما هي الشروط المناسبة لإنتاج منتج وفق متطلبات الجودة؟ يعني أنا إيه الشروط اللازمة لإنتاج منتج وفق متطلبات الجودة؟ يعني أنا دلوقتي بعمل المنتج ده، والمنتج ده ليه معايير للجودة بتاعته، ليه مواصفات معينة، لازم المنتج ده يكون مطابق للمواصفات. طيب إيه هي بقى المواصفات دي؟ نشوفها بقى مع بعض، نشوف الشروط دي مع بعض. واحد، توفير نظام مراقبة على جميع المستويات، توفير نظام مراقبة على جميع المستويات، توفير عناصر جيدة للقيام بالأعمال المطلوبة، توفير عناصر جيدة
للقيام بالأعمال المطلوبة. الصيانة والحفاظ على الآلات والتجهيزات بأفضل صورة ممكنة، جيد أو خدمة مميزة. تأمين التدريب والتأهيل اللازمين للوصول لمنتج أو خدمة مميزة يناسب متطلبات العميل. السعي الدائم لتأمين متطلبات العميل وإرضائه. تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بصورة دقيقة وضبط الموارد والمشتريات. التحسين المستمر للعمليات، الضبط والتحليل الدائم للعمليات، القياس والمراقبة المستمرة لأداء العاملين. في الامتحان مش شرط يجيب ان انت تجاوب ال10، ممكن يطلب منك 5، ممكن يطلب منك 4. يبقى انا مش شرط ان انا احفظ ال10، يعني انا هحفظ على الاقل 6 7 من الشروط دي، بحيث ان انا ما اجي اذكرهم في الامتحان ابقى عارفهم، مش شرط ان انا اكتب ال10 نقط. ناخد سؤال بعد كده. ما هي اهداف المراقبة على التشغيل؟ هنشوف ايه الاهداف. اول حاجة ملائمة التصميم. يعني انا دلوقتي المراقبة على التشغيل دي ايه هي الاهداف بتاعتها؟ اول حاجة ملائمة التصميم. طبعا التصميم اللي انا هختاره ده لازم يكون ملائم للمواصفات. مدى تحقيق مواصفات التصميم للمتطلبات العميل. يعني انا لازم التصميم اللي انا بعمله ده يكون ملائم للعميل. العميل اللي انا طالب التصميم ده يكون هو ده التصميم اللي العميل عايزه. مش انا بعمل تصميم والعميل يلاقي بعد كده شغل حاجة تانية خالص، منتج تاني خالص غير اللي هو طالبه. يبقى لازم يكون اول حاجة التصميم ملائم للعميل. نشوف نكمل مع بعض. ماشي. المطابقة مع التصميم. يعني انا دلوقتي بطابق التصميم اللي تم تنفيذه، هل هو مطابق للمواصفات ولا لا؟ مدى مطابقة مواصفات التصميم بعد اتمام عملية التصنيع ومسؤولية العمالة تجاه الجودة ومقدرات المنتج المرتبط بالزمن. يعني دلوقتي التصميم اللي اتعمل لازم ان انا اطابقه بالمواصفات دي، يعني اعمل مطابقة للتصميم، هل التصميم ده مطابق للمواصفات ولا لا؟ واحاسب مين لو في خطأ اثناء عملية التنفيذ؟ بحاسب العمال اللي اشتغلوا، هل العامل اخطأ؟ هل العامل زود حاجة؟ هل العامل نقص حاجة؟ يبقى انا بحاسب في ده العمالة اللي اشتغلت في تصنيع المنتج ده او التصميم ده. نكمل مع بعض. اتاحة المنتج للاستخدام. مدى اتاحة استخدام العميل للمنتج عند الرغبة في ذلك وعندما يكون المنتج في حالة التشغيل. يعني انا دلوقتي المنتج ده اللي انا طلعته هل متاح للاستخدام ولا غير متاح للاستخدام؟ يعني ينفع يشتغل ولا ما ينفعش يشتغل؟ ده طبعا ده حسب صلاحيته، هل هو صالح ولا غير صالح. لازم اكون عارف هل المنتج ده صالح للاستخدام ولا غير صالح للاستخدام، ينفع يشتغل ولا ولا ما ينفعش. ده بعد بعد ما بيتم عملية التصنيع. نكمل مع بعض. الاعتمادية. احتمال اداء المنتج لوظيفة محددة تحت ظروف تشغيل معروفة مع استمرار الاداء لفترة زمنية محددة بدون فشل. يعني لازم يكون المنتج ده شغال، يعني بعمل له تجربة بحيث ان انا اشوفه هل هو ينفع يشتغل ولا ما ينفعش، ولا هيحصل فشل اثناء اثناء العمل بيه. القابلية للصيانة. مدى سهولة اجراء عملية التفتيش والصيانة للمنتج، الصيانة الوقائية والصيانة الدورية والصيانة العلاجية. دي انواع الصيانة اللي بتتم للمنتجات او للسلع للمعدات الموجودة داخل المصنع. سهولة التصنيع. مدى قابلية التصميم للتصنيع باستخدام المتاح من الوسائل والطرق والعمليات للكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة. يعني دلوقتي سهولة التصنيع ان انا هل التصميم ده قابل للتصنيع ولا غير قابل للتصنيع بعد ما استخدمت الوسائل المتاحة والعمليات اللي تمت والكوادر البشرية اللي اشتغلت داخل المؤسسة.
ناخد السؤال اللي بعديه. ما هي العيوب الممكن حدوثها في عملية الفرد؟ أنا دلوقتي أثناء عملية فرد القماش ممكن يحصل عيوب أثناء عملية الفرد. إيه هي العيوب اللي ممكن تحصل أثناء عملية الفرد؟ أول حاجة، عدد طبقات القماش غير كافية بالنسبة لكمية الملابس المطلوب إنتاجها. يعني أنا دلوقتي حطيت طبق، فردت طبقات قماش، ولقيت طبقات القماش اللي تم فردها مش هتكفي العدد الطلبية الموجودة، يبقى كده حصل عجز في ايه؟ في المنتجات، فهضطر اعمل ايه؟ اعمل افرد تاني طبقات قماش تاني عشان ازود ايه؟ العدد بتاع طبقات القماش المطلوب. يبقى دي خطأ ايه؟ خطأ اثناء فرد القماش، ان انا ما حسبتش عدد طبقات القماش المطلوبة عشان تطلع لي عدد ايه؟ المنتجات اللي انا المفروض هطلعها في من الفرشة دي. نشوف تاني مع بعض. ضيق عرض القماش، انا دلوقتي عرض القماش بتاعي اللي انا هعمل عليه هشتغل عليه عرضه 120، انا عملت على عرض 70، فبالتالي ان في جزء من الباترون مش موجود اتاكل، يبقى انا كده عملت تهدير في القماش لان انا ما قدرتش العرض المطلوب ليه ايه العرض المطلوب في طبقات القماش ما حطيتوش صح، فكده بقى في جزء كبير من الباترون مش موجود ايه معايا متاكل في القص، فبالتالي ان كده العرض ايه حصل في نقص، او ان انا حطيت عرض قماش كبير 120 وانا محتاجة 70، يبقى انا كده هدرت كمية كبيرة من القماش اثناء عملية ايه القص. تالت حاجة، طبقات القماش ليست موضوعة في الاتجاه الصحيح. انا ما باجي افرد طبقات القماش لازم اعمل حاجة اسمها اتجاه نسيج، لازم اراعي اتجاه النسيج، لازم اراعي تساوي حروف طبقات القماش، يعني اتجاه البرسل يبقى الايه طبقات القماش متناسبه مع بعضها في اتجاه البرسل، واتجاه الايه السده او اتجاه اللحمه، اذا كان في رسمه، اذا كان في خطوط قلم، اذا كان في كارو، يبقى انا لازم اراعي، اذا كان في كنار لازم اراعي اتجاه النسيج اثناء عمليه ايه فرد القماش. يبقى دي العيوب اللي بلاقيها في عملية الفرد وبتؤدي إلى إيه؟ إهداء تهدير في القماش أو تعطيل في الخط الإنتاجي، بتأثر على إيه؟ الخط الإنتاجي، بتأثر على إنتاج المصنع، بتأثر على إيه؟ على ربح المصنع. نشوف بقى سؤال تاني مع بعض. ما هي أهم أهداف المواصفات القياسية؟ إيه هي المواصفات القياسية وهي أهمها اللي أنا بحطها علشان أعمل إيه؟ أعمل مواصفات صحيحة للمنتج. نشوف الإيه الأهداف مع بعض. أول حاجة، زيادة القدرة الإنتاجية للمنتجات في مختلف المجالات، التبسيط، السلامة والصحة، وحماية الإنسان والبيئة، حماية المستهلك والمنتج، الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنية في الأنشطة الصناعية والتجارية، تخفيض التكاليف والتوفير الشامل في الجهد الإنساني والموارد والطاقة، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية. دي اللي هي الأهداف القياسية. هناخد سؤال تاني بقى مع بعض. اذكر مجالات أنشطة الهيئة مع شرح اثنين منهم. اذكر مجالات أنشطة الهيئة مع شرح اثنين منها. ايه هي المجالات؟ اول حاجة التوحيد القياسي، ضبط الجودة، المعايير، جودة الانتاج. التوحيد القياسي، ضبط الجودة، المعايرة، جودة الانتاج. هناخد كل واحدة تعرفها ايه على حدة او المقصود بيها ايه. اول حاجة عندي التوحيد القياسي، تختص الهيئة بوضع واعتماد وإصدار المواصفات وكذلك أسس الممارسة العملية كمواصفات قياسات مصرية وتعديلها أو إلغائها والإعلان عن ذلك في الجرائد الرسمية. يبقى أول حاجة تختص الهيئة بوضع واعتماد وإصدار المواصفات وكذلك أسس الممارسة العملية كمواصفات قياسية القياسات المصرية وتعديلها أو إلغائها والإعلان عن ذلك في الجرائد. أنا بحط بعمل حاجة اسمها توحيد قياسي زي كده المقاسات بتاعت
اللي احنا بناخدها لمقاسات جسم الانسان دي بيبقى توحيد قياسي، احنا بنقول ان ايه دي المقاسات المصريه، فده بيبقى ايه معروف بيها عالميا، فهو ده اسمه توحيد القياس. رقم 2، تعمل الهيئة طبقا للنظم والقواعد المتعارف عليها دوليا في مجال التوحيد القياسي. يعني في نظم وفي قواعد، هي التوحيد القياسي ده بيشتغل على المجال ده. تعمل الهيئة على التنسيق مع كافة الأطراف المعينة في وضع وتطبيق خطة سنوية للمواصفات من خلال اللجان الفنية القومية المشكلة بالإيه؟ بالهيئة. يعني أنا هنا بتعمل الهيئة بتعمل لجان، واللجان دي بتبقى مشكلة وبتبقى في شاملة كل الأطراف عشان تطبق الخطة ايه السنوية للمواصفات الفنية ايه، وتطلع المواصفات بتاعة الهيئة ايه اللي هي هتحطها في الفترة دي. تاني حاجة، ضبط الجودة. أول حاجة، نظرا لمدى أهمية معامل وأجهزة الاختبار كعنصر جوهري وحاسم في تطبيق برامج التوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج. يعني أنا عندي المعامل والأجهزة دي هي اللي بتحدد لي، هي تعتبر جوهر حاسم في تطبيق برامج التوحيد القياسي وضبط جودة الإيه الإنتاج. يعني أنا بحط معايير، بحط اختبارات علشان أحدد من خلالها التوقيت ضبط كيفية ضبط جودة ايه المنتج، كيفية ضبط جودة المنتج. يبقى انا بحط عشان اعمل ده بحط معامل وبحط اجهزة خاصة بتعمل لي دراسة للعنصر عشان تحدد لي الجودة المطلوبة للانتاج. نكمل مع بعض. لذلك قامت الهيئة بانشاء مركز الجودة، ويضم المركز 5 معامل رئاسية مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والاختبار اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات لمختلف السلع والمنتجات. يعني هنا الهيئة عملت مركز خاص بالجودة بأجهزة بمعدات خاصة لقياس السلع، وتعمل عملية فحص عشان تشوف هل السلع دي مطابقة للمواصفات ولا غير مطابقة للمواصفات. طبعا اللي هي الهندسية والكيماوية ومواد البناء والجلود والغزل والنسيج والمواد البترولية المواد الغذائية، وذلك للتحقيق من مطابقتها للمواصفات القياسية. المعايير، تقدم الهيئة من خلال الإدارة العامة للمعايرات الصناعية التي تعد من أهم الأنشطة التي تكفل دقة القياسات وجودة الإنتاج، وأن الهيئة تعمل بالتنسيق والتعاون. يعني هنا ان الهيئة من خلال الإدارة العامة للمعايرات الصناعية بتعمل ايه، بتعمل تعد من اهم الأنشطة التي تكفل دقة القياسات وجودة الانتاج، والهيئة دي بتعمل بالتنسيق بالتعاون مع المعهد القومي للقياس والمعايرة وكذا ومصلحة الدمغ والموازين المختصة بالمعايرات القانونية. يعني المعايرة دي بتتم معايرات قانونية علشان توصل لإيه؟ توصل لجودة الإنتاج، توصل لجودة الإنتاج. جودة الإنتاج بقى، فيما يتعلق بأنشطة ضبط الجودة، تقوم الهيئة بوضع وتنفيذ خطة شرعية للتفتيش الفني واختبار المنتجات للتحقق من مطابقات للمواصفات القياسية المعنية ولضمان جودة الإنتاج. يبقى أنا هنا عشان أوصل ده بعمل تفتيش فني وبعمل اختبار للمنتج، يعني المنتج ده لازم أعمل له عملية اختبار عشان أشوف الجودة بتاعته لضمان الجودة بتاعة الإنتاج بتاعه. ناخد بقى السؤال اللي بعده. عرف كل من، أول حاجة الجودة، تعريف الجودة بقول هي إيه؟ هي عبارة عن فلسفة إدارة متكاملة، هي عبارة عن فلسفة إدارة متكاملة، متكاملة المداخل، هدفها تحقيق النجاح طويل الأمد من خلال إرضاء العملاء، وتعتمد على مشاركة جميع أعضاء المنظمة في تحسين العمليات والخدمات وتحسين المنتجات. يبقى الجودة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن فلسفة إدارة متكاملة،
متكاملة ايه؟ متكاملة المداخل. هدفها الاساسي ايه؟ تحقيق النجاح طويل الامد. انا عايزة اوصل لنجاح طويل الامد من خلال ارضاء العملاء، يعني انا عايزة المنتج بتاعي يفضل في السوق ويبقى العميل راضي عنه، وتعتمد على مشاركة جميع اعضاء المنظمة في تحسين العمليات والخدمات وتحسين المنتجات. يعني كل اللي موجودين داخل المنظمة بيعملوا على ايه؟ تحسين الخدمة، تحسين العمليات، العمليات اللي بتتم لايه؟ لان هي بتشتغل في المنتج، والخدمات اللي بتتم عشان تطلع المنتج، وتحسين لايه؟ كل ده عشان اوصل لتحسين ايه؟ المنتجات. طب الجودة دي لما بتوصل، لما بحقق الجودة بزود الارباح، بزود ايه؟ التوزيع. فبالتالي ان انا بعتمد ايه؟ يبقى الجودة هي الاساس في عملية ايه؟ عملية تحسين المنتج، تحسين الاداء. الرقابة، الرقابية يقصد بها الانشطة والممارسات القابلة المعنية بمتابعة وقياس مستويات الاداء. المخزني وتتبع حركة الاصناف وصرفها وفقا لما ترمي اليه المنشأة من استهدافات وتنبيه من مخططات واستراتيجيات المخازن والمخزون. الرقابية دي يعني الانشطة اللي انا بطلعها، الانشطة اللي ايه والممارسات القابلة اللي هي بتعتمد على القياس مستوى الاداء، والمخزون، المخزون داخل المصنع او داخل الشركة، والاصناف اللي انا بطلعها داخل المصنع او داخل الشركة، وهل هي المخطط الاستراتيجي اللي انا حطاه بستهلك كل المخزون اللي موجود داخل المخازن ولا ما بستهلكوش، ولا بيترمي. يبقى انا الرقابيه دي بتراقب كل المنتجات المخزونه داخل المخازن، وبتشوف هل انا بستغلها صح، هل انا بطلعها في كلها، بستخدمها كلها في المنتج، ولا بخسر المصنع وما بستغلش كل المواد المخزونة عندي داخل المؤسسة. نكمل مع بعض. التحسين المستمر للجودة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق زيادة أرباح المنشآت الصناعية، والتعرف على أساليب الجودة المختلفة من خلال إنتاج منتج بمواصفات أفضل باستعمال تقنيات تحسين الجودة. يبقى انا التحسين المستمر للجودة ان انا بستخدم وسائل، وسائل لتحقيق زيادة ارباح المنشأة الصناعية، والتعرف على اساليب الجودة، لازم اكون عارف لو لامن باساليب الجودة المختلفة من خلال انتاج منتج بمواصفات افضل عشان اوصل لتحسين تقنيات تحسين الجودة، مما يساعد المنشأة لكشف اي خلل في بدايته. يعني انا دلوقتي لما باجي اعمل مراقبه لكل خطوه انا بعملها داخل المنشاه، بيحصل من خلالها تطور، بلحق لو في حصل اي خلل، وبعمل بمنع الخلل ده ان هو يتطور معايا، وبعرف اسبابه وازيله ازاي بسرعه، وقد وقت ممكن او حتى بتلافي المعيب حتى قبل قبل حدوث. يعني انا بتلافى اي عيب يحصل قبل حدوث. يعني انا مجرد ما بعرف العيب فين بتلافى العيب ده والحقه قبل ما ما يحصل معايا. تمام، كمل مع بعض. مما يساعد المنشأة الصناعية لكسب اكبر عدد ممكن من العملاء من خلال نظم إدارة الجودة في المنشآت الصناعية. يبقى أنا هنا بقول إن أنا ده بيساعد على على كسب أكبر عدد من العملاء. لما أنا بتلافي العيوب داخل المصنع، بعمل على تحسين الإنتاج بتاعي باستمرار، ده بيؤدي إلى بيؤدي إلى جذب العملاء بتوعي، وبحسن، بزود في الإنتاج بتاعي. ولو عندي هنا إدارة الجودة والمنشأة الصناعية بتبقى على مستوى عالي جدا، لأن أنا بطلع أفضل ما عندي من من المنتجات ذات الجودة العالية. المواصفات القياسية
المواصفات الكويسة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نظم محددة من الضروري وضعها على هيئة قواعد بحيث يمكن تطبيقها في احسن الصور. يبقى المواصفات الكويسة بقول هي نظم محددة بحطها ايه؟ على هيئة قواعد. انا بحط قواعد بحيث يمكن تطبيقها في احسن ايه؟ في احسن الصور. دي المواصفات القياسية. وهذه القواعد تعرف باسم ايه؟ المواصفات، المواصفة القياسية، والتي تحتوي على خواص المنتج وطرق الفحص والاختيار وتسهل تداول المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية وتبسيط عمليات الإنتاج. يبقى أنا هنا القواعد اللي بحطها دي بيبقى اسمها المواصفة القياسية. أنا بحط المواصفة دي، الوصفة دي بتبقى شاملة ايه؟ شاملة خواص المنتج، بتشاملة طرق الفحص بتاعة المنتج والاختيار بتاعه، تسهيل تداول المنتج في الأسواق، طبعا الأسواق المحلية والخارجية، تبسيط عملية الإنتاج. ده اللي هي القواعد اللي أنا بحطها، بتسهل لي كل إيه؟ كل الخطوات دي بحيث إن هي تعمل لي تبسيط في عملية إيه؟ الإنتاج. قسم مراقبة جودة الخامات الأساسية اللي هي المساعدة. من اختصاص هذا القسم فحص واختبار المواد الواردة للمنشأة الصناعية وتحديد حالتها ومدى صلاحيتها للغرض الذي من أجله سوف تستخدم هذه المواد. يعني أنا مراقبة جودة الخامات دي، أنا بعمل مراقبة جودة الخامات اللي هي الخامات الأساسية والخامات المساعدة. وظيفة قسم المراقبة ده إيه بقى؟ بيشوف لي إيه؟ بيشوف لي إن اختصاص هذا القسم فحص واختبار المواد الواردة للمنشأة. يعني أنا دلوقتي المواد اللي داخلة المنشأة بعمل لها فحص. ليه بعمل لها فحص؟ عشان أشوف مدى صلاحيتها للغرض اللي أنا هستخدمه ليها، والذي من أجله سوف تستخدم هذه الموارد. يعني أنا دلوقتي لو الموارد دي غير صالحة هتطلع لي المنتج سيء، فلازم أتأكد إن المواد دي صالحة عشان أتأكد إن المنتج بتاعي هيطلع إيه؟ بالسوق بصورة جيدة، بصورة أفضل. لأن ممكن المواد دي تكون داخلة، تكون أصلا متخزنة غلط، فتكون إيه؟ صلاحيتها انتهت، فأجي أستخدمها تأثر على المنتج وتطلع لي منتج إيه؟ بايظ. فكده أنا خسرت في الخط الإنتاجي بتاعه. فهي أول حاجة بتعمل إيه؟ بتعمل فحص للإيه؟ المواد الخام الموجودة دي اللي هتدخل جوه إنتاج إيه؟ الإيه؟ المنتج. نكمل مع بعض. يحدد الغرض من استخدام هذه الموارد نوع الاختبار أو نوع التفتيش الذي يجرى على المواد، سواء كان تفتيشا بالنظر أو اختبار ميكانيكيا أو طبيعيا أو كيميائيا. يعني أنا بحدد الاختبار اللي أنا هعمله ده حسب نوع المنتج بتاعي، حسب نوع المنتج بتاعي. يعني أنا ممكن لو أنا بصيت على المنتج كده أعرف إذا كان المنتج ده بايظ ولا مش بايظ. لو انا مش هعرف من مجرد النظر ممكن اعمل عليه ايه؟ تجارب. يعني حسب نوع المنتج ممكن يبقى ايه؟ هعمل عليه الاختبار، يا اما اختبار ميكانيكي يا اما طبيعي طبيعيا او ايه؟ كيميائي. يضم هذا القسم مختبرات القياس والاختبار المركزي بما يتماشى ويلائم غرض المنشأة الإنتاجية. يعني أنا القسم ده في مختبرات القياس، بتعمل لي اختبارات قياس مركزي عشان أشوف الإيه؟ إن هي هل هو ده ملائم ولا غير ملائم. قسم مراقبة المعدات والآلات اللي هي الصيانة. يعني أنا عندي القسم ده خاص بالإيه؟ بالمعدات والآلات الموجودة داخل المنشأة. أول حاجة تحديد الدقة للمعدات والآلات وأجزائها المستخدمة في الإنتاج. يعني أنا بفحص المعدات دي والآلات اللي أنا هستخدمها، بفحصها بطريقة جيدة جدا وأشوف أجزائها اللي موجودة كويس أوي، وأشوف هل هي صالحة للاستخدام ولا غير صالحة للاستخدام. تاني حاجة تحديد نوع الاختبارات الواجب إجراءها على مختلف أجزاء معدات وآلات الإنتاج. يعني أنا بحدد نوع الاختبار. يعني أنا لو عندي مكنة حياكة هجربها، هشوف هلضمها او من غير لضم، ان انا لو قعدت عليها وشغلتها هشوف المكنه
وهي شغالة، شغالة بتعمل صوت ما بتعملش صوت، الماتور حالته ايه، المكوك حالته ايه، الإبرة وهي نازلة وطالعة في قطعة الورق اللي انا بستخدمها، هل هي مظبوطة؟ يبقى انا كده جربت المكنة. لو مقص هجربه، هشوف القص بتاعه، هل السن بتاعه حامي ولا مش حامي، هل في نسبة رطوبة، لو في نسبة رطوبة مش هيقص كويس. الأدوات اللي بستخدمها زي المزورة، المزورة بتاعتي فيها قطع، في سليمة، المسطرة، كل ده أنا بقى بقدر حسب نوع الآلة أو المعدات أنا بعمل لها إيه الاختبار بتاعها. نرجع تاني لموضوعنا، قسم مراقبة الأجزاء المكونة للمنتج النهائي. يعني أنا دلوقتي المنتج النهائي اللي طالع عندي بعمله زي إيه جدول كده، واشوف هل هو مطابق للمواصفات اللي انا حاططها، المعايير اللي انا حطاها للمنتج، هل المنتج النهائي ده مطابق للمعايير دي ولا غير مطابق للمعايير دي. وطبعا اكيد المعايير دي معايير اساسية، معايير جودة، عشان اطلع المنتج بصفة ايه، بشكل جيد، بجودة عالية، ده هينزل للعميل، يبقى انا مش عايز اخسر سمعتي مع العميل، ومش عايز العميل ايه ما ياخدش المنتج بتاعي او يتنقى او يقول لا ده المنتج ده بايظ. يبقى لازم يكون ليه المواصفات دي تكون مطابقه للمعايير اللي انا حطيتها، هل هي ايه مطابق ام غير مطابق. نشوفها مع بعض كده. قسم مراقبه الاجزاء المكونه للمنتج النهائي. واحد، يقوم هذا القسم بفحص وقياس والتفتيش على الاجزاء التي تدخل في تجميع المنتج النهائي، زي السوست والأزرار، الكلف، أجزاء المنتج التام اللي هي القص. يتوقف نوع التفتيش على الغرض المطلوب من كل جزء، فيحدد ما يجب أن يفحص بالنسبة للقياس يعني المقاسات، وهناك ما يجب أن يفحص بالنسبة للأبعاد بالمقادير، ممكن كمان السماح، وهناك ما يفحص بالنسبة للوزن. يعني أنا المنتج بتاعي ده ليه كذا طرق ممكن ايه افحصه بيها، يا اما بالفحص عن طريق القياس او عن طريق الوزن او عن طريق الايه الابعاد او عن طريق ايه المقادير او المعايير بتاعته. تامن حاجة، ادارة قسم مراقبة مراحل الانتاج. ادارة قسم مراقبة مراحل الانتاج، يعني انا براقب المنتج أثناء عملية الإنتاج، براقب المنتج أثناء إيه؟ عملية الإنتاج. يعتبر هذا القسم هو العمود الفقري الرقابة الوقائية، وتتوقف مراحل التفتيش بمراحل الإنتاج على مدى المطلوب في المنتج. يعني أنا دلوقتي لو أنا ما براقب المنتج أثناء عملية الإنتاج، ده بالنسبة لي يعتبر أنا كده بعمل أهم نقطة في الجودة. ليه؟ لان انا لو انا في حصل خطأ اثناء الانتاج او اثناء مراحل الانتاج انا بلحقها، فبالتالي ان انا لما الحقها اثناء مراحل الانتاج ده هيعمل ايه، هيقلل الهادر او هيقلل الخسارة اللي هتحصل ايه في ان المنتج ده يطلع كامل. يبقى دي المراحل، مراقبة المراحل الانتاج دي، ده يعتبر من الحاجات المهمة جدا. نكمل مع بعض. وأنواع التفتيش، إما باختبار كل منتج أو باختبار عينة عشوائية تمثل المنتجات. يشمل هذا القسم مفتشين، اللي هو اللي بيتقال عليه مراقبي إنتاج على خطوط الإنتاج، في مراقب بيتحط على خطوط الإنتاج، وهو ذوي محدودة ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة. هم طبعا النوعية دي بتبقى قليلة جدا، لأن هو عشان اوصل لكفاءة ان يبقى في مراقب على الانتاج، ده بيبقى مع ايه عدد محدود قوي، بيبقى قليلين. يعني بيتنقل من مرحلة الى مرحلة سعيا وراء تحقيق هدفهم من مطابقة الانتاج لمواصفاته في التصميم، لمواصفاته في ايه في التصميم. يعني انا براقب ده عشان اوصل ان انا المنتج ده هو شبيه، هو نفس التصميم اللي اتحط، هو يطابق مواصفات التصميم اللي اتحطت للايه للمنتج ده. إدارة قسم الفحص النهائي. فحص النهائي ان انا بفحص المنتج بعد ما بيخلص، بفحص المنتج بعد ايه، بعد ما بيخلص. يقوم بفحص المنتج النهائي
ومدى مطابقته للاستخدام النهائي المقرر بالمواصفات في التصميم. يبقى هو بيقوم بفحص المنتج النهائي ومدى مطابقته للاستخدام النهائي اللي هو المقرر بالمواصفات في ايه؟ في التصميم. إدارة الإحصائيات الخاصة، يقوم هذا القسم بجمع الإحصائيات الخاصة بنتائج التفتيش في سجلات خاصة بتحملها بغرض الوصول إلى أسباب الانحرافات الحقيقية ودراسة إمكانياتها في المستقبل، يعني في مستقبليا يعني. يعني أنا إدارة الإحصاء الخاصة دي، يقوم هذا القسم بجمع الإحصائيات الخاصة بنتائج التفتيش، يعني أنا إيه عملت إيه في بعد ما فتشت، بحط ده جوه سجلات عشان أحدد أسباب الانحرافات الحقيقية وأعمل لها دراسة عشان أتجنبها بعد كده في المستقبل. ينحصر في واجبات كل فرد في هذا التنظيم والعمل على تحمل المسؤولية في المحافظة على واجبات وظيفته. يعني أنا دلوقتي القسم ده الواجبات ده أنا بلزم كل فرد واجباته إيه ووظيفته إيه، يعني مش هيبقى مش بختص إن هو لا ده العمل، لا كل واحد عمل خطوة في المنتج أو عمل خطوة في الإنتاج أنا بلزمه بالخطوة دي، إن هو ملزم إن الخطوة دي طلعت عنده صح أو طلعت عنده خطأ، هو أخطأ فيها، فلازم يكون في إيه، في إلزام للي أخطأ. نكمل مع بعض. والعمل على تحمل المسؤولية في المحافظة على واجبات وظيفته بقصد الوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة، ذلك بتنفيذ متطلبات الوظيفة بكل دقة وأمان. يبقى أنا لازم أكون عندي أمانة ودقة في المطلوب مني في وظيفتي، في المطلوب مني في الوظيفة بتاعتي، إن أنا أطلع الإنتاج بتاعي ده بإيه؟ بشكل كويس. المسؤولية تقع على جميع أفراد جهاز الرقابة الفنية بالإضافة إلى ضرورة مشاركة أفراد الإنتاج في تحمل هذه المسؤولية أيضا. يعني المسؤولية دي بتقع على جميع أفراد جهاز الرقابة. أنا دلوقتي عاملة رقابة على خط الإنتاج، وعاملة رقابة على المواد الخام، وعاملة رقابة على الفحص، وعاملة رقابة، يبقى المفروض إن أنا بحاسب كل الناس دي إزاي هي خرج الخطأ ده من تحت إيه؟ من تحت إيديهم. يبقى هنا المسؤولية تقع على جميع أفراد جهاز الرقابة الفنية بالإضافة إلى ضرورة مشاركة أفراد الإنتاج في تحمل هذه المسؤولية أيضا. يعني أنا اللي هم العمال اللي عملوا الإنتاج ده بحملهم المسؤولية، يبقى أنا أي خسارة بتحصل على المصنع لازم الكل يتحملها، مش يفرحوا بالمكسب بس والخسارة لا، أي خسارة بتحصل على المصنع يبقى الكل بيتحمل الخسارة دي، لأن الخطأ ده بيبقى خطأ من كل واحد أثر في عمله. نكمل مع بعض. ناخد بقى السؤال اللي هو السؤال بيبقى حلو قوي كده، اللي هو اذكر المصطلح العلمي للعبارات الآتية. طبعا هو بيدينا التعريف وأنا بقول التعريف ده ايه المقصود بيه، يعني ايه هو التعريف المصطلح بتاعه ايه. هناخد اول حاجة الزمن المتاح لإنجاز العمل. الزمن المتاح لإنجاز العمل، ايه هو الزمن المتاح لإنجاز العمل؟ طبعا الوقت. يبقى الزمن المتاح لإنجاز العمل هو ايه؟ هو الوقت. وده السؤال ده بيتكرر كتير جدا معي. تاني سؤال، مدى مطابقة اجزاء المنتج قبل تجميعه في صورة منتج نهائي. مدى مطابقة أجزاء المنتج قبل تجميعه في صورة منتج نهائي. نشوف الفحص أثناء التشغيل. الفحص أثناء التشغيل. ما هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق زيادة أرباح المنشأة الصناعية؟ ما هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق زيادة أرباح المنشأة الصناعية؟ نشوفها مع بعض. التحسين المستمر للجودة. التحسين المستمر للجودة هي القدرة بين حدوث الانحرافات وبين تطبيق الإجراء العلاجي. هي القدرة بين حدوث الانحرافات وبين تطبيق الإجراء العلاجي. زمن التفاعل. شوف السؤال اللي بعديه، هو رأي العميل عند درجة تحقيق متطلباته. هو رأي العميل عند درجة تحقيق متطلباته.
هو ايه؟ رضا العميل. يبقى انا بدور على رضا العميل عشان احقق ايه؟ متطلبات. شوف اللي بعديه، درجة مستوى تحقيق مجموعة من الخواص الذاتية للمتطلبات. درجة مستوى تحقيق مجموعة من الخواص الذاتية للمتطلبات، الجودة. ايه ده الجودة هنا؟ تعريفها اختلف. بقول درجة مستوى تحقيق مجموعة من الخواص الذاتية للمتطلبات هو حاجة أو توقع يتم النص عليه أو يفهم بشكل ضمني أو يكون ملزما. هو حاجة أو توقع يتم النص عليه أو يفهم بشكل ضمني أو يكون ملزما. هو إيه؟ اللي هو إيه؟ المطلب. هي فئة أو رتبة تعطي للمتطلبات المختلفة للجودة سواء للمنتجات أو العمليات والنظم والتي لها نفس الاستخدام الوظيفي. هي فئة أو رتبة تعطي للمتطلبات المختلفة للجودة سواء للمنتجات أو العمليات والنظم والتي لها نفس الاستخدام الوظيفي. الدرجة. يبقى الدرجة هي ايه؟ هو ده تعريفها. هي مقدرة الشركة او النظام او العملية على انتاج منتج قادر على تحقيق المتطلبات الخاصة به. هي مقدرة الشركة او النظام او العملية على انتاج منتج قادر على تحقيق المتطلبات الخاصة به. المقدرة يعني معروفة. نيجي بقى هنا السؤال ده برضو معظمكم بتحبوه قوي، اللي هو اختار من العبارات المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة ب. أول حاجة هنا بيديني في المجموعة ألف، مديني المارك، التدريج، البطرون، الاستجابة، الإدارة. في المجموعة ب بيقول لي يعني أجزاء القطعة ولكن بدون تعشيق، التفاعل بسرعة من العاملين لحل المشاكل المتوقعة، كيفية تحقيق مواصفات الاستخدام النهائي. هو مرسوم على ورق يتم طباعته بواسطة الكمبيوتر. هو تدرج المقاسات حسب الوارد الشغل. طبعا احنا كده ده عرفنا كده الإجابات، لأن هي ايه؟ هو حلل نفسه. يعني أول حاجة هقول المارك. المارك هو ايه؟ طبعا هو مرسوم على ورق يتم طباعته بواسطة الكمبيوتر. تاني حاجة التدريج. التدريج هو ايه؟ هو تدريج المقاسات حسب الوارد اللي هو ايه؟ الشغل. البطرون يعني اجزاء القطعة ولكن بدون تعشيق. الاستجابة التفاعل بسرعة من العاملين لحل المشاكل المتوقعة. الإدارة كيفية تحقيق مواصفات الاستخدام النهائي. هنا احنا لو خدنا بالنا هتلاقي هنا تعريف المصطلح والتعريف بتاعه، يعني ممكن يجي لي في صورة توصيل او صورة اذكر المصطلح العلمي او ممكن يجي لي في صورة اكمل. نشوف السؤال اللي بعده. من ابعاد جودة السلعة، دي رقم واحد. رقم اتنين من ابعاد جودة الخدمة. هو مديني هنا في رقم ب طبعا مديني الوقت والمظهر والقابلية والأداء والدقة، جودة التسليم، الإلمام، المطابقة، المتانة، التناسق، سهولة المنال. طبعا احنا هنا لو قلنا الوقت هو ايه؟ كم ينتظر المستهلك. المظهر اللي هو الخصائص المحسوسة للسلع. القابلية أداء العمل المطلوب تحت ظروف تشغيلية محددة في فترة زمنية محددة. الأداء اللي هي الكيفية التي يتم بها أداء الوظيفة وتحقيق مواصفات الاستخدام النهائي. دقة التسليم اللي هو التسليم في الموعد المحدد. الإلمام إنجاز جميع جوانب بشكل كامل. المطابقة التوافق مع المواصفات المحددة بموجب العقد أو من قبل العميل. المتانة الاستفادة الشاملة والدائمة من السلع وقوة التحمل. التناسق تسليم جميع الخدمات بنفس النمط للعميل. سهولة المنال إمكانية الحصول على الخدمات بسهولة. نشوف الإجابة هنا.
طبعا هنا السؤال بيقول لي من ابعاد جودة السلع، ممكن يقول لي ما هي ابعاد جودة السلع، ممكن يقول لي اكمل ابعاد جودة السلع هي، ممكن يقول لي اذكر ابعاد جودة السلع. برضو نفس الموضوع في السؤال في رقم 2 من ابعاد جودة الخدمة. يبقى انا هنا السؤال ممكن يجي لي باكتر من صيغة، يا اما يجي لي اختياري زي ما احنا شايفينه كده، او يجي لي اكمل، او يجي لي اذكر. طبعا من ابعاد جودة السلع هنلاقي المظهر، القابلية، الاداء، المطابقة، المتانة. من ابعاد جودة الخدمة هلاقي الوقت، هلاقي دقة التسليم، الالمام، التناسق، سهولة المنال. دي الايه الابعاد بتاعت جودة السلعة والابعاد بتاعت جودة الخدمة. ناخد السؤال اللي بعده. هنا انا بقى جابه بصورة تانية، هو جاب لي المصطلح وايه وجاب لي التعريف، انا اختار التعريف بتاعه. طبعا هو جايب لي هنا الوقت والمظهر والاداء، القابلية، دقة التسليم، الالمام، المطابقة، المتانة، التناسق، سهولة المنال، وجايب التعريف بتاعهم في الايه الخانة التانية اللي هي ايه ب. طبعا احنا كده عرفناهم من الايه من السؤال الاولاني. هنيجي بقى نشوف الحل. طبعا الوقت اللي هو كم ينتظر المستهلك، المظهر، الخصائص المحسوسة للسلعة، الأداء، الكيفية التي يتم بها أداء الوظيفة وتحقيق مواصفات الاستخدام النهائي، القابلية، أداء العمل المطلوب تحت ظروف تشغيلية محددة في فترة زمنية محددة. بعد كده عندنا دقة التسليم، دقة التسليم، التسليم في الموعد المحدد، الإلمام، بعديها إنجاز جميع جوانبها بشكل كامل، المطابقة، التوافق مع المواصفات المحدودة المحددة بموجب العقد أو من قبل العميل، المتانة، الاستفادة الشاملة والدائمة من السلع وقوة التحمل. بعد كده التناسق، تسليم جميع الخدمات بنفس النمط للعميل، سهولة المنال، دي آخر نقطة، إمكانية الحصول على الخدمة بسهولة. كده السؤال جابهولي بأكتر من صيغة، سؤال واحد وجابهولي بأكتر من صيغة، ده اللي هو في الباب الأولي. نشوف السؤال اللي بعده. الجدارة، خبير المراجعة، المراجعة اللي هو التدقيق، عدم دقة البطرون، الوقت. جايب لي ده في مجموعة ب، الزمن المتاح لإنجاز العمل، فحص منهجي ومستقل، من العيوب التي تحدث أثناء القص، المقدرة الظاهرة لتطبيق معرفة ومهارات لأداء عمل ما، شخص يقدم معلومة أو خبرة محددة في موضوع. شوف بقى الإجابة. الجدارة، بيقول لي المقدرة الظاهرة لتطبيق معرفة ومهارات لأداء عمل ما. خبير المراجعة، شخص يقدم معلومة أو خبرة محددة في موضوع ما. المراجعة اللي هو التدقيق، فحص منهجي ومستقل، عدم دقة البطرون، من العيوب التي تحدث أثناء ايه القص، الوقت، الزمن المتاح لإنجاز العمل، وده قلناه قبل كده. شوف السؤال اللي بعده. برضو جاب لي في المجموعة ألف، المصطلح، التناسق، برنامج المراجعة، مجال المراجعة، الدليل الملموس، عملية المراجعة. في مجموعة جب، مدى التطبيق والتنفيذ للمراجعة، هو شخص أو منظمة تطلب أجزاء مراجعة، مجموعة في المراجعات المطلوب تنفيذها في إطار زمن مخطط، تسليم جميع الخدمات بنفس النمط للعمل، هي السجلات أو حقائق مكتوبة، وأي معلومات أخرى ذات صلة بمعايير المراجعة. نشوف الإجابة. التناسق، تسليم جميع الخدمات بنفس النمط للعمل، برنامج المراجعة، مجموعة في المراجعات المطلوب تنفيذها في إطار زمن مخطط، مجال المراجعة، مدى التطبيق والتنفيذ للمراجعة، 4 الدليل الملموس،
هي السجلات او حقائق مكتوبة او اي معلومات اخرى ذات صلة بمعايير المراجعة. عميل المراجعة هو شخص او منظمة تطلب اجزاء مراجعة. احنا في حاجة مهمة جدا عايزة اقول لكم عليها، ان انا لما يجيلي توصيل في الامتحان اراعي حاجة مهمة جدا، ان انا ما اقعدش اكتب الارقام 1 2 1 مع 2 و2 مع 3 وكده. يا ريت نكتب الجملة كاملة، يعني نكتب الجملة كاملة. ليه؟ لان ده بيريح، يعني بيريح المصحح. وغير كده كمان انتوا بترقموا، لو هو مش مترقم عندك في الامتحان انتوا بترقموا غلط، بتعملوا الترقيم غلط. لكن لو هو جاي لك بترقيم، يعني جاي لك مثلا انا مرقم مجموعة الف 1 2 3 ومجموعة ب الف ب ت كده رقمه. لكن لو هو مش جاي لك بدون ترقيم، لا اكتب الجملة كاملة عشان تاخد درجتك صح. دي معلومة مهمة جدا وتنبيه مهم قوي، لان في التوصيل بتعملوا حاجات ترقيم غلط، وده بيأدي في التصحيح ان ايه بيتحسب لك السؤال غلط. هنكمل مع بعض بقية الأسئلة. قسم مراقبة جودة الخامات توفر المعونات بالموقع، أحد عناصر جودة المنتج، أحد مجالات أنشطة هيئة التوحيد القياسي، جهاز قياس ثبات اللون. ده آخر سؤال كده هناخده مع بعض. قسم مراقبة جودة الخامات، ضبط الجودة، غرفة بهتان اللون بالغاز، يضم مختبرات القياس بما يتلائم مع غرض المنشأة الإنتاجي، الراحة والاستخدام، من العوامل الاقتصادية في اختبار موقع المصنع. هناخد الإجابة بتاعته بسرعة. قسم مراقبة جودة الخامات يضم مختبرات القياس بما يتلائم مع غرض المنشأة الإنتاجي، توفر المعونات بالموقع، من العوامل الاقتصادية في اختبار موقع المصنع، أحد عناصر جودة المنتج، الراحة والاستخدام، أحد مجالات أنشطة هيئة التوحيد القياسي، ضبط الجودة، جهاز قياس ثبات اللون، غرفة بهتان اللون بالغاز. احنا كده النهاردة خلصنا الأسئلة اللي احنا مجهزينها ليكم للمراجعة. إن شاء الله هنتقابل في مراجعة ليلة الامتحان. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان انتوا تكونوا توفقتوا النهارده في الاسئله بتاعه النهارده. ويا ريت نركز في الاجابات ونركز في التنبيهات اللي احنا قلناها. واتمنى لكم التوفيق والنجاح، واراكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله.